السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ النهاردة من محل أبو عماد اللي في الجيزة، ولاد أختي هيعملوا تحدي الكشري. يلا بقى نشوف بقى مين اللي هياكل بسرعة ومين هيحط شطة. يلا معاهم طبقين كشري كبار ومعاهم سفن عيش بقى. كفاية أدهم، دي شطة زيت، دي شطة زيت. يا لهوي يا لهوي، ده حتى ازازة خلف ولا بس يا ابني. بص يا حبايبي، هو الخسران اصلا هياخد معلقة شطة زيت، ماشي؟ الخسران هياخد معلقة شطة زيت، ها؟ والكسبان، بص انا طبيعي غرقان شوية، والكسبان هياخد 20 جنيه، حلوة 20 جنيه؟ خليهم 50 وانا هبلعه دلوقتي. طب اضرب يا بومبو بقى، احنا عايزين بصوا طحن. تحدي الكشر لتاني يوم العيد. عيد الاضحى 2019. اضرب يا احمد من تحت الكابد. واحد مغطي راسه بالكاب والتاني مغطي عينه بالنضاره. اضرب اضرب اضرب، ضيع وقتك احمد، خلي بالك شكله اللي هيكسب، وانت اللي هتضرب معلقه الشطه او هتدفع حساب الكشري. اختار لك بقى حاجه كم من الاثنين. يلا ادهم برضو، بص معوم طبقه خل. ايه ده، كشري بالشوربه ده ولا ايه؟ احمد طبقه قرب يخلص. السفن خلي بالك برضو عليه التحدي، يعني اضرب سفن حتى لو بقك موحوح. اما عايزين نشوف بقى مين اللي هيكسب. بصوا يا جماعه الشطه عامله ازاي، يا عيني على الخسران. انا عايزه اشجعكم، يا عيني على الخسران. اخلص اخلص يا احمد، ده انا قلت احمد اللي هيكسب، معقوله ده احمد ده؟ يا نهار ادهم شكله اللي هيكسب. مع السفن يا ادهم، مع السفن. تضربوا كشري تاني، مين يكبر التحدي وياخد كشري تاني؟ ادهم ادهم كده خلص. طب ايه يا احمد؟ ادهم اول واحد اللي خلص. يبقى لا، في خم، في خم في الموضوع. طب ماشي ماشي، لسه بيشرب السفن، خلي بالك مش هيقدر يشرب السفن مره واحده. بص اديله منجيل، اديله منجيل. احمد حظه حلو، انتهز الفرصة. احمد قرب يخلص طبقه. اضرب السفن، اضرب السفن، اضرب. يلا هو احمد شايل اللوز اصلا. يلا يلا يلا. مين اللي نزل ازازته الاول بامانه؟ انت ايه؟ انت بص يا حبايبي، هو التحدي قدامكم. بصوا طبق محمد احمد، في طبق معلقه كشري واحده، وهنا في خل. هو طبعا اللي حط، يبقى هما الاثنين كده متساويين زي بعض، ماشي؟ والازايز نزلت مع بعض. احنا دلوقتي الناس اللي شايفه معانا دي، مين اللي نزل ازازته الاول بامانه؟ لا بص يا حبايبي، هو الكسبان دلوقتي ادهم. ادهم هياخد 20 جنيه من احمد. طلع عديتك يا كابتن. وادهم احمد، ورينا فلوسك يا احمد. اهو احمد اللي هيدفع بقى الحساب بتاع الكشري، هياخد معلقه خل عقابا ليه، عشان هو اصلا احمد ده شايل اللوز. بس ما اعرفش النهارده هو ضارب بقى فته ولحمه في البيت وخاربها، وضارب كوارع اهو. اضرب يا احمد معلقه الخل قدام الناس. هات يا ابني الحساب، هات الحساب، هات يا ابني، هات الحساب يا حبيبي. يلا يلا، شد شد معلقه الخل. اه حط عليها خل. اضرب يا بوم. يا لهوي يا رب، يعني ده انا ممكن ارفع الايدين. يا رب يكون التحدي ده عجبكم. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك، ولو انتوا اول مره تشرفوني دوسوا اشتراك وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله.